السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أنا جيت عند الطبيب وربي ربي ربي الأوجاع ما قدرت نصرف في القلوانون اليوم. السلام عليكم. اليوم 17 شهر الأربعين، لا ما عقلت حيت تبرا قريبا ستون. كان تيهضر مع الطبيب قال له كنا غنجيو، المهم نشوف واش يقول لنا الطبيب نتصور معكم. ولا اله الا الله وصافي. حتى الأكل بكون جوعان وما برد أكل، بكون غير أمرتي في المدرسة. أكلت عويلة الشقفة خبز الساعة 10 الصبح، لا لا ما أكل، والقلب يوجعني دايما ما بيوقف. هذا القلب بيكون ولاتي دكتور؟ بيكون ولاتي في العائلة؟ ما في شيء تشنج. تشنج شو كان؟ يعني شو معناته؟ توتر، عم تتوتر كثير. ايه. انا قلبي ما اكثر من شهر ما عندي من الوجع ما عندي بالوقت. لازم تمشي ورا ظهري. والله مو بايدي ما. يعني هذا صعب هذا التشنج؟ نعم. نعم. هذا هو. في عنا نيكيترون 80 على 500 شو سيت هون؟ حبة ونص حبة ونص. ايه هذيك تبع السكر. ايه هذا هو تمام. ايه حبة ونص حبة ونص خلص. الجليبتي الجليبتي امتى هذا؟ هذا كنت قلت لي اشربه مرة الصبح بس خليت لي غير واحدة منه. شلون يعني؟ حبه واحده اللي بعد فطور. أيه. بعد فطور يعني حبه واحده. ايه خلي حطي. وفي النيفولدوميت 50 350. ها لا ها ايوه. ايه هذا بعد العشاء. ايه هذا حبه بعد العشاء. تبع العشاء بعد العشاء.
هلا هاد كمان حب هذا امتى مساء؟ المساء وفايدة قبل لانه هذا غيرناه كل شيء غيرناه هذا مساء هذا باي جوبرين امتى بتاخذي هذا ها؟ هذا حبه باللي قبل النوم وخلص لي من خلص هذا وهذا ما كانت عم تاخذ هي ال 75 ساعه الايامية 100 اي هذول اثنين المساء كله وش السبب اللي ليش غيرنا لهذا بس قال لك سؤال خليك هذول اثنين المساء اي اي المساء اي خلص اي وحب السكر وحب الفيتامين ها لانه كله ليش غيرنا هلا غيرنا هذا هذا مو مثله تقريبا نفسه أي. لانه هذا ارخص ارخص هذا لانه اي وفي عندك البرادول بلاس كي هذا بدلنا بهذا ما عليه لا ها اي هذا خلينا على هذا طبعا هذا مرتين هذا ما ايه يعني هذا بلا هذا احسن والله انا خربطت اعمل له بالرياضين عم جبت منه انا واصل عندي منه ايه هذول شلون سكراتي والله السكر قصه 75 عريق اي 75 بس صار لي يومين يعني اصعب فتره عشتها في حياتي هي هاي اليومين من الأوجاع هو الوجع فيها دايما بس مو مثل امبارح وأول امبارح لا هلا يعني الوجع أكثر أكثر ما بيتصوروا العقل ساعت لها تحليل خزان أي سوي سبعة لأربعة طالع الخزان أي ست ما جبتوش يعني وجع فوق الأساطير لو يعني ببكي بقول حضر براسي مع الحيط مشان يخف الوجع وجع بس من 6 ايام صار هذا العمود تبع رجلي اللي من هذا كله بحس كانه في شيء جوا مثل شيء بي بي جوا بيلغز وبيعتني في وجع بس رجلي كلهم وجع لهلا ايه ما بحس لا اصلي منيح حتى رجلي في الصلاه يجني واقف هيك مو في السجود ما بحسنش على صوابعي يعني صرت بصريحه حتى في هذا في السجود تبعي عم حروك رجليك وجع فوق الاساطير تبعهم وجع ولا حرقان حرقان وجع وحك وكل بحس بدي انا بحاول لانه مو عندي شويه اظافر بقول لو حكيت بخاف تنجرح رجلي ما تطيب. ما هي بوحده ولا بتنتين؟ باثنيناتهم بس غير هذا العظم اللي بيوجعني كله تبع هي الركبه كامل. بس هم اثنين امبارح اول امبارح اسوء ايام بحياتي سويتهم في المرض. يا امي لشوفي ماشي شوف تخطيطها وشوف ماشي لا اله الا الله. طلع جوازك ولا لسه ما طلع؟ لسه ما دخل لسه طلع. يعني هلا صار له شهر ونص خلينا نعمل يلا صح عندي صيدليه الادويه لا اله الا الله قولي لي ايش ندير هذا بعد الفطور والغداء قبل مساء الثاني اللي بديل هذا قبل مساء وهذا الثاني بدك تلي الدواء المخدر واحد اخر اقوى من عن ثاني بعد الفطور والغداء تمام؟ هلا 16 17 12 اذا الله رب هلا في سؤالين دكتور بالنسبه لك اهم شيء الحليات لا ما بكونش لا يعني مثلا رز صيف يعني نادرا تفاحه برداني هلا انا حتى اذا جعت ما باكلش يعني باكل مرتين بفطر وبتغدى هلا غير ممكن زكاتك شرح شو اعتلال اعصاب السكر صح لانه في كثير ناس بيقول لك لا كل مره دا سكر كل ما انا حالتي غير ما بيقول لك لا يعني عادي انت مريضه السكر كل العالم فيهم سكر يعني بيقول لهم لا انا عندي رفعتها او هني بالمغرب وهذا بيقولوا لا عادي كل العالم معها سكر يعني قلت لهم انا معي اعتلال بعصب السكر يعني صح مو بس انه سكر معي كذا رجلين صح إيه ما عم يفهموها هالنقطه هنين هذول ما بيعرفوش يعني مو سكر عادي يعني عندي اعتلال يعني مو سكر عادي يعني اعتلال اعصاب السكر اسمه اعتلال اعصاب سكري لك تبيع عنك اعتلال اعصاب سكري ايه اكتبي إيه؟ اعراض اعتلال اعصاب السكر يعني بينضربوا الاعصاب تبع بيطلعوا الاعراض
ايه معي؟ ايه تبي اعتلاء عصاص يطلع لك حكي. ايه يوم تقري بتقولي اوف هي عايده الحرش. ايه نفس الاعراض. ايه تبي عنت اعراض اعتلاء عصام لك اياها؟ لا لا انا عارفها بس هم ما بيفهمونيش بقول لك كل العلم في السكر. اي والله هلا السؤال الثاني دكتور ممكن هلا المانوسه من زي ممكن مثلا يهبط الثاني ما بيهبط ما بينخاف من الهبوط. لا لا صار توازن. ايه صار توازن الله يجبر خاطر ال 17/9 عمل تحليل سكر طبعا احنا عندنا جهاز هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. تبي اعراض اعتلال اعصاب السكر خليه يكتب لك اياها حتى ما تنسي. ايه ايه ولا انا راني عارفه بس غير مش نفسر. ها هي اعراض مثل هاي ايه بس غير لونها بس مثلها ما خايفة بس مثل بعض يعني. ايه الله يجزيك الخير ان شاء الله بلحم شعر الكعبة يا ليدي مسكين مسكين الدكتور عطانا هاد الأدوية هادا عطانا مسكين من عندهم هادو المهدئات وهذا ديال السلطان مزيان. هي خاصة هي خاصة هي هي هلا هي هي تحت عند هي يعني بدال هي هلا يكون لانه كان يعني يكون السبب انه ما شربتوش يومين هذاك الوجع صار معها هي هو اسوء خلاص هلا خلص ب 11 شهر صارت هي هيك هلا يعني باخذ هذاك الثاني تمام مش انا تستنوج لي بالقلب بدي عليه كمان دواء هو هاد ايه انا بس جد التخطيط زادت 1000 ليره. نعم التخطيط زادت 1000 ليره على راسي قديش يعني صار؟ اي على راسي 15 دوم الرمل كتر خيرك. بتزور حبيبي مساء انه هذا ما بقدرش في قلت لك قلبي منه ما في ما جبت لك قلبي من يومين ثلاثة هذا؟ ايه ما اكتبه ما اكتبه يعني لا جبت له مو اي يمكن هو كمان بياخذوا عليه الوصفه الطبيه لا هو الوصفه بس صدق اليوم 17 يناير ضبون حكي ضبون السلام عليكم. اخو مروان الله يعطيك العافية يا باشا. انتوا عندكم الدولية ما عندكم الدولية؟ لا في دواء اسمه بروسترينول. مسك مسك هكا عندكم منه؟ نزلته. حط الله ياهم مع السلامة. والله هون. الدواء الجديد المخدر طلبوا فيه لاكارت يعطيهم لاكارت باش يعطيه لينا بالعكس انه ما بده 200 بده 400 مو 200 هذا هي 75 ما خصنيش نبين هذا اسمه
كامل سميتو برو برو كتي برو كتي نبقى هل حصيلة مدمنة حجر بجميع أنواع المخدرات حتى هذا مخدر مو مثل اللي كان الأول مهدئ إيه مهدئ هي إذا في توتر الأعصاب لأنه كل مرة بيغير لي شكرا الاسم ايه خلص اخذ الورقه اخذ روشيتا 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 ثلاثه مع مين؟ ثلاثه وثلاثه شاي اكيد هيك صوتي شاي حب حب مص او حب معي سكر وضغط اي حب حساسيه خذ معناتها في طعمي هذا تحسس بالجو عم؟ ايه اعطيني هلا اعطيني بس معها معها خلص تقطيع لنور عرفتها لنور؟ يعني حب مص مرضي؟ لا لا خلاص هذا حب الصبح حب المساء؟ ايه تمام هذا عندي منه ما في هيك على نع على ثلاثة هاي أربعة شاكر فضلك مني على راس وعيني مالك إنك تطعم هاي زوجة خاطر 8 و 18 و 16 هدا بخرج يمشي خرج من الفرماسي نتنا كذلك كذلك لوردونونس عطاني عطاني دواء اخر مخدر بدل لي هذاك وكي سمعتوا شنو قال لي في الفيديو وتشكر لكم كلكم شكرا تشكر لكم كاملين شكرا لكل ما نقدرش نبقى هز يدي تنصور ما شكيت عليكم عيانه بزاف بزاف صدعني شكرا لكم خوتي وتنتمنى منكم تدعيوا معايا ادعيوا معايا الله يجزيكم خير خير في العالمين وشكرا شكرا لكم خوتي شكرا الله يجزيكم الخير شكرا 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 كاع اللي تيدير الخير الله يجازيه بالخير ويضاعفوا اضعف مضاعفه وشكرا شكرا 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 لكم خوتي شكرا جزاكم الله خيرا الله يتوفى عمركم وشكرا شكرا والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا مازال الخير مازال الناس الخير مازال الخير في الدنيا وتنشكركم خوتي شكرا شكرا الحمد لله رب العالمين شنو اسمه شوفي اي هلا هي الذاكره تبعه اها ايوه هي هلا صفر تحطي الشريحه بتحط ايه بتعرف في عندنا اوغما سيل نفس التركيب ايه رعانة بألف 34 34000 يلا وبدنا الإبر مو عنده مو ايه بعرف شو اللي يجيب لي اياها ايه احيانا بجيبهم كيس كبير احيانا بجيبهم عشرات احيانا بدقه بارك الله جينا لواحد الفرماسيان تيبيعوا هذا جينا لشارع المحافظة باش خديناهم شرايح شارع بورسعيد مش مظلمة حلينا كل قال لي خصك ضروري تقيد ديري التحليلة تعبري السكان ايوا داك الجهاز تيجي غير كادو لانه ماشي اصلي تيعطو غير كادو مع الشرائح هما في ديك البلاصة المركز ديكنا قلنا 40000 ليرة هادو خلاونا غير ب 34 يعني نقصوا لينا ايوا سميتو خدينا يعني جاي شنو تسميوها يعني مجانا هذيك الآلة ديال الجهاز و 50 شريحة يعني نقصوا 6000 ليرة ب 34000 خديناهم ايوا الحمد لله رب العالمين
شكرا شكرا الله يسهل عليكم الله يجزيكم خير شكرا لكم.